حصل لسه؟ اه كنت خايفه لسه ان شاء الله. طب كويس، ايه رايك في العمليه الانتخابيه؟ لا تمام، يعني انا رحت ما حدش قال لي انت هتنتخبي مين ولا هتنتخبي ليه ولا اي حاجه خالص. اول ما دخلت كان المكان فاضي بالنسبه لي، لكن هنا مش عارفه زحمه، لو مش جوه يعني زحمه بصراحه، بس في مدرستي كانت كويسه كل حاجه بصراحه. طيب وحاسه ان في نزاهه في العمليه الانتخابيه ولا؟ جدا ما لقيتش اي حد خالص، كله داخل اخذ ورقته ووقف مكانه وعمل اللي هو عايز يعني يختاره او كده، وما حدش قال حاجه. وبعد كده طلع اخذ الورقه وعملنا بالحبر وكان كل حاجه تمام يعني. حتى لما كنت بسال حد على لجنتي وكده كان كل مره كانوا بيسيبوني، كان في حد بقى بيقعد يقول لي وما يردش عليا او كده. الحمد لله. طيب اقول لك، لما جيتي تختاري الرئيس اللي هتنتخبيه عملتي سيرش ودورتي وشفتي برنامجه ايه وهيعمل ايه؟ اه طبعا عملت كل دوت، والحمد لله كنت متيقنه من ان انا هختار، يعني كنت اصلا في مجال لاي حد ان هو يخليني ارجع عن اللي انا عايزاه، بس لان انا كنت حاسه ان هو حاجه كويسه وبتلحق يعني في كل حاجه يعني الحمد لله. طب تمام، قولي لي بقى تقولي ايه للرئيس الجاي ان شاء الله؟ اقول له ربنا معاك، الأمانة كبيرة جدا جدا، والبلد فعلا محتاجة حد علاقته بربنا كويسة جدا جدا وعلى دراية باللي بيحصل فعلا، ويعدي بينا لبر الأمان. تقولي ايه للرئيس الجاي؟ تتمني ايه؟ اتمنى بجد ان هو يعني يبقى حد كويس يتقي ربنا فينا يعني، وكمان هو بجد يعني ربنا يكون في عونه، لان هو واخد بلد في مرحله فيصبر علينا، لان الناس كتير قوي هتقعد يعني. متفائلين؟ اه ان شاء الله متفائلين. ربنا يكسب، واهم حاجه يكون في نزاهه بعد كده بقى، طبعا ربنا شايفهم هم بيفسدوا الاصوات يعني، فما يحصلش تظليل بعد كده يعني. ان شاء الله. شكرا يا فندم.